وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد الدرازي في نشرة الأخبار. بداية، كيف يسهم منح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صفة مراقب في عدد من اللجان الوطنية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالقرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمنح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صفة المراقب في عدد من اللجان اللي لها علاقة وطيدة بحقوق الإنسان. وهذه اللجان الوطنية هي اللجنة الوطنية للطفولة واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، كذلك اللجنة الوطنية لمكافحة الأتجار بالأشخاص، واللجنة الوطنية للمسنين. طبعا يسهم منح المؤسسة الوطنية صفة المراقب في هذه اللجان في تعزيز المنظومة الحقوقية بشكل عام بطرق عدة، منها على سبيل المثال الرصد والإبلاغ، بحيث تراقب المؤسسة حالات الانتهاكات إذا وجدت لحقوق الإنسان وتعمل على توثيقها، ثم تقوم بتقديم تقاريرها وملاحظاتها إلى اللجنة الوطنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. الشغلة الثانية هو تقديم المشورة والتوجيه، وذلك عبر تقديم الاستشارات والآراء إلى اللجنة الوطنية المختصة حيث حول كيفية تعزيز حقوق الإنسان وتطوير السياسات ذات الصلة. وطبعا التواصل والتعاون هذه شغلة كلش مهمة، حيث ستعمل المؤسسة على تعزيز التواصل والتعاون بين اللجان الوطنية وبين الجهات المعنية الأخرى في المملكة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الإصلاحات اللازمة. بهذه الطريقة أعتقد أن المؤسسة الوطنية سوف تلعب دورا هاما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكتنا الحبيبة. نعم، المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.